موسى النعواشي ابن هذه المدينة الذي ولد وتربى بين هذه الحجارة في هذه الحارة العتيقة في الموقع الأثري، دائما يراوده الحنين لأن يبقى هنا في هذا المكان. موسى النعواشي يعمل في الإعلام التربوي ورئيس ملتقى جدارة الثقافي، جدارة أم قيس الثقافي. المصطلحات اللي تستخدمها من أين جاءت؟ دائما لابد أن يكون هناك مخزون. طبعا من تربى بجوار أرابيوس وميلياغروس لابد أنه اكتسب من لغتهم. لابد لمن عاش في هذه المنطقة أن يكون له أن يكون لديه مخزون ثقافي لازمه طوال حياته. فابن هذه المدينة تربى على القراءة، تربى على الأشعار، تربى على المطالعة، فلذلك لا بد أن يكتسب مخزونا ثقافيا، وهذا ما كان. فلسفة الجمال عندك؟ الجمال كله هنا. أنت عندما تكون من على هذه الربوة المطلة على فلسطين، المطلة على الجولان، المطلة على لبنان، أيضا الطبيعة الخلابة لهذه المنطقة الجميلة التي تتعاقب عليها الفصول، لابد أن يكون للجمال جزء في حياتك، وحياتنا كلها جمال هنا. هل تعتبر نفسك أديب أم شاعر؟ نحن نهتم بالثقافة والأدب ونهتم بالشعر أيضا. كل شاعر مر من هنا كتب قصيدته عن أم قيس. نحيي هنا أمسيات شعرية، لذلك نحب الشعر والشعراء ولمن تغنوا بهذا البلد العريق، لذلك نحفظ لهم. أما أنا فمهتم بالثقافة والأدب. وقصيدتك عن أم قيس؟ والله أنا أكتب، يعني لا أقول عن نفسي شاعرا، ولكن نكتب المشاعر اتجاه هذه المدينة لأنها تستحق، فهي جميلة تستحق أن يكتب عنها كل جميل. سمعنا. نعم، دائما نحن عندما نتحدث عن أم قيس شعرا نتحدث عن شعراء كبار جاءوا إلى هنا. لا ندعي أننا شعراء، بل ننقل ما قال الشعراء عن أم قيس. شاعر كبير اسمه محمد سمحان كتب عن أم قيس كثيرا ووثق لأم قيس أيضا من خلال الشعر، عندما يقول: جدارة كحل بعينيها استبد وجارة، نادى على قلبي فخف وطار. كثير من الشعراء كتب عن أم قيس. لو كنت حاضرا لقرأت لك كثيرا من أشعار هؤلاء الشعراء الكبار الذين كتبوا عن أم قيس، وآخرهم تركي عبد الغني الذي كتب معلقته عن أم قيس بعنوان الطريق إلى جدارة، وبالمناسبة هي مشروع سيكون خالدا هنا في هذه المنطقة. سندون هذه الأشعار، هذه الأبيات على لوحة رخامية ملائمة لهذا المكان لتكون معلقة هنا في الأثار التي مطلعها: غادرت رأسي وانحدرت يسارا، أتفقد الخفقان دارا دارا، إن الذي بيني وبين دواخلي لا كالذي بيني وبين جدارا، 50,000 مدينة راودنني عن مهجتي فتركتهن عذارا، وحضها الأعمار تلك التي إن ابتدت بأم قيس وانتهت بجدارة. وأجمل ما سمعت عن أم قيس ما قاله حسن ناجي الذي يلازمنا دوما في كافة أعمالنا. قال: أم قيس بمشاعره يدافعني العشاق عن طيب لثمها، فيقنعني لثم التذكر لاسمها، جدارة على العهد الذي قد عهدته بآثار ضم مثل آثار ختمها،
تبارك من أعطى جمالا بروعة وزين آفاق المعالي بنجمها، فروحي لنهر عمد القلب ماؤه فيا طيب أحلامي ويا فضل حلمها. ما سر ارتباطك في هذا المسقط؟ مسقط الرأس. نحن ولدنا تربينا هنا بين هذه الحجارة العتيقة، بيتنا بجوار المدرج الروماني الغربي وساحات الأعمدة. لا شك أن ارتباطنا هو ارتباط مشاعر. عشنا في هذه الحارة العتيقة، تربينا بها، طفولتنا كانت هنا، ذكرياتنا هنا، ولكن غادرناها وغادرناها قسرا. كنت أرى دمعة أبي عندما ترك بيتنا. هذه الحارة العتيقة دائما نحن إليها، يراودنا الحنين، نسكنها فيراودنا الأمل، نغادرها فيسكننا الألم. عندما غادرت هذه الأزقة، عندما غادرت هذه الحارة العتيقة، شعرت بأني مريض، مريض يصعب شفاؤه، لا أستطيع الصوم فأدفع كفارة، أصلي جالسا، أتيمم بالتراب لأن ماء غير مائها يضرني. هذه المدينة، الحارة العتيقة القديمة كما نقول، أو الحارة الفوقة كما نسميها، وصفها الفيلسوف الأردني الشاب معاذ بن عامر وقال: هي المرأة المغناج التي تجيد ثقافة التطويح بالرجال. نعم، لست أدري، الحب الذي يملك قلوبنا لهذه المنطقة، عندما نغادرها نشتاق إليها، وعندما نكون فيها أيضا نشتاقها. تتعاقب عليها الفصول، وكل فصل له موسيقى. الصيف في جدار أم قيس يعني لنا البيدر، وخريفها موسيقى أوراق الشجر، وشتاؤها شدو المزاريب وموسيقى الدلف، أما ربيعها فسجادة صلاة. ما أجمل هذه المدينة وما أجمل أهلها. نحن تعودنا على ضيوفنا من السائحين، نعطي الصورة الأجمل. كل يوم نرسم ألف صورة لهذه المدينة ونهديها للعاشقين حتى يعودوا إلينا، حتى يتمنوا العودة إلينا. هذه أم قيس، هذه المدينة التي نتطلع إلى أن تكبر أكثر وأكثر بجمالها وصورتها الناصعة. يعني قيس هي المرأة أو هناك امرأة أخرى؟ نادراً ما ترى امرأة مغناج تطيح أو تجيد ثقافة التطويح بالرجال. نعم، هي التي تجذبك إليها بجدائلها. دائما ابن أم قيس ينظر إليها وكأنها الجميلة، وحقا إنها جميلة، لذلك تجد كل واحد من أبناء أم قيس يتغزل بها، وتجد كل شاعر قدم إليها يكتب قصيدته عنها، يتغنى بها ويتغزل بها. والمرأة الأخرى؟ أم قيس هي الاستثناء. كل نساء العالم متشابهات إلا أم قيس، فإنها تختلف بجمالها، بجدائلها، بكحلها، بصورة وجهها. نحن هكذا نرى أم قيس، المرأة الجميلة المغناج التي أجادت وتجيد ثقافة التطويح بالرجال. كيف تتعامل مع أيام طفولتك؟ للأمانة، رغم أن حياة الطفولة كانت بالنسبة لنا قاسية، لكننا نحن إليها. لماذا؟ لأن فيها الوفاء، فيها البساطة. هذه المدينة تعودك على أن تعيش الوفاء، فكل من عاش هنا في هذه الحارة العتيقة
نسميه الوفي. مهما سافر، مهما غادر، مهما ابتعد، لا بد أن يعود إلى هنا حتى وإن كان خارج البلاد يتغنى بها. ومعظم ما كتبته وأنا في بلاد الغربة. يا سيدي، كنت أتذكر كل تفاصيل هذه المدينة، كنت أتذكر كل حجارتها. أسأل من خلال الهاتف، هل ذاك الحجر بقي مكانه؟ هل المدرج الغربي الجميل قد شابه التشويه؟ هل حصل؟ إذن نحن نراقبها، نراقب تفاصيلها حتى وأن كنا بعيدين عنها. لماذا؟ لأنها الجميلة التي نحب. ماذا يمثل السيف والخيل بالنسبة لهذه الجميلة؟ نعم، على قول الشاعر، السيف والخيل والقبضات. نعم، يعني نحن دائما إن حملنا السيف فلندافع عن هذه المدينة. حملنا السيف وحملنا القلم من أجل أن تبقى صورة هذه المدينة الصورة الناصعة التي نحب. الخيل، فكلنا ركبنا الخيل من أجل أن يبقى أن تبقى هذه المدينة الحصن المنيع، واسمها جدارة، أي الحصن المنيع. هل استحضرت كل حكاياتك من هذا المكان؟ لا شك، حكايات الطفولة والشباب كلها في هذه المنطقة. كل ما كتبت مستوحى من هذا المكان، من هذه القرية العتيقة، في بيتنا الذي ولدنا وتربينا فيه، في حارتنا التي كنا نلعب بها ألعاب الطفولة، في شبابنا، دراستنا، حتى في أفعالنا الثقافية، سواء المهرجانات أو الأمسيات الشعرية، كلها مستوحاة من هذا المكان. حتى المسرح الذي كتبنا والذي قمنا هنا به من خلال أو مستوحى من خلال هذا المكان. هذا المكان نعم يعني فيه من الغرابة بأن تستطيع أن تكتب الشعر فيه، أن تكتب المسرح فيه، أن تكتب قصتك القصيرة عنه، أن تكتب قصص الرجال، قصص النساء من خلال حياتهم في هذه المنطقة. فكل كتاباتنا وكل كتابات الشعراء مستوحى من هذا المكان. هذا المكان متى تتحدث عنه بالحق ومتى تتملقه؟ لو أقسمت لك وقلت والله لم نتحدث عن هذا المكان إلا بالحق. نعم، أتحدث عن الطفولة فقد عشتها، أتحدث عن شبابي فقد عشته هنا، وعندما غادرت دائما حديثي عن هذا المكان من أجل الحفاظ على هذا المكان. مكان تعاقبت عليه 5 حضارات، لابد أن يبقى بالصورة الزاهية التي نريد. ننفعل مرة ويرتفع صوتنا مرات عندما نخاطب المسؤولين، عندما نلتقي نحن كأبناء البلدة، لا نقول إلا الحقيقة من أجل أن يبقى هذا المكان زاهياً كما نريد، من أجل تطوير هذا المكان. أما أن نجامل ونقول كلاماً ليس في دواخلنا فهذا لم يحصل أبداً. ودائماً يعني حتى من يحب هذا المكان نسميه الجداري نسبة إلى جدارة. كثير من المسؤولين عملوا معنا من أجل تطوير هذا المكان فكنا نسميهم الجداريون، ونحن أبناء البلدة أيضا جداريون، نحب هذا المكان، نحافظ عليه، ونتعامل مع المؤسسات الرسمية من أجل الحفاظ على هذا المكان. وين العبثية في حياتك؟ إن كانت أبدا، إن كانت في حياتنا بعض العبثية فهي خارج هذا المكان. نعم، في هذا المكان لا عبثية، نحن نوثق لتاريخ لحضارات 5 تعاقبت عليها، نوثق لتراث آبائنا وأجدادنا، فلا مجال للعبثية. من يريد أن يعبث فليكن خارج الحارة العتيقة. جميل 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 جميل. بعيدا عن القيس جدارة، من المرأة التي مسحت على قلبك والتي لن تنساها؟ نعم،
دائما عندما يتعلق الموضوع بالمرأة يتعلق بالمشاعر. أنا لا أريد المرأة التي أحبها وحسب، أريد المرأة التي تحبني وأحبها. هل وجدتها؟ وجدت امرأة تحبني ولا أحبها، وجدت امرأة أحبها ولا تحبني. هذه الحارة القديمة ولدنا وتربينا فيها، فكلما جئتها أشعر بأني طفل. أتذكر أيام الطفولة الجميلة، أيام الوفاء، أيام الإخلاص. أدمغتنا يعني بعيدة عن كل الشرور. دائما عندما نكون في هذه المنطقة نحن أطفال، نحن أطفال نحب هذه المنطقة، نتذكر أيام البراءة، نتذكر أيام اللعب الجميل في هذه المنطقة. فلذلك أنا طفل ما دمت في هذه المنطقة، عندما أغادر هذه المنطقة أكبر وتشغلنا هموم الحياة. شكرا 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 لك، أنت رائع.